في مصر في يوتيوبر اسمها النبوية، عندها عدد من الحسابات وقنوات يوتيوب باسم روتين النوش ويوميات النوش. وبتظهر نبوية في الفيديوهات وهي في المطبخ وهي بتمارس حياتها اليومية، ويعني عادي الطبيعي يعني. والهنا احنا نقدر نقول لكم انه الموضوع عادي، ولكن في جدل كبير صاير حول فيديوهات النوش والسبب اتهامها بتقديم محتوى خادش للحياة ومخالف للآداب العامة. تداول الفيديوهات هذه خلى أحد محامين حملة تطهير المجتمع، هي كده اسمها الحملة، واللي أطلقها بعض ناشطي ومحامي مصر للحفاظ على قيم المجتمع، أنه يعمل بلاغ ضدها بتهمة ممارسة الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية. ومن بعدها أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على سيدة بتهمة نشر فيديوهات عبر المواقع الإلكترونية بتتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة. ومن بعد ما تم تحديد مكانها تم القبض عليها، ولقيوا معاها هاتف فيه فيديوهات بتأكد نشاطها، ولابتوبين وراوتر وثلاثة كروت فيزا ومعدات تصوير ولابتوبات. وبعد هذا الخبر فورا الناس ربطت بيان الداخلية باليوتيوبر النبوية أو النوش، وتصدر اسمها الأخبار والعناوين، مع أنه ما تم ذكر اسمها ولا حتى نشر تفاصيل صورة وشها من قبل الداخلية. وأما التفاصيل الصادمة فهي اعترافات النوش اللي قالت أنه من بعد ما ماتت بنتها وانفصلت عن زوجها بدأت تعمل محتوى على يوتيوب عن يومياتها لكسب مال ويكون مصدر رزق بالنسبة لها ولأولادها. ولكن لما صار في مشاهدات على او ما صار في مشاهدات على المحتوى، استعانت باحد الاشخاص وقتها اللي بيعمل في احدى قنوات يوتيوب، وهو اشار عليها انه تغير في المحتوى وتلبس لباس فاضح عشان تجذب المشاهدات. وبالفعل هذا اللي صار، وزادت مشاهداتها ووصلت لما يقارب $1,000 اسبوعيا، وقدرت تشتري شقتين. ومن بعد ما عرف طليقها وشافها لبست الذهب وعرف انه صار معاها فلوس، طلب منها انهم يرجعوا لبعض ورجعوا، وكان هو اللي بيصورها كمان. ومن بعد هذه الاعترافات تم الحجز على ممتلكاتها ومجوهراتها، وتم وضع حراسة كمان على شقتين بتمتلكهم في منطقة حلوان، وقررت الداخلية تجديد حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.